والله الاتحاد النهارده انا شايف اللعيبه رجاله وعملوا اللي عليهم ومدرب 10 على 10، لكن الطرد ده انا بتحفظ عليه. يعني يا ريت الكابتن ابراهيم نور الدين كده يراجع نفسه كده في القرار ده ويبص على الكره دي من تاني، لان الكره دي مقرره يعني من سكات من وليد سليمان، سكات من طارق حامد، سكات من لعيبه كتير. يعني ممكن تبقى انذار لكن مش طرد كتير قوي اثر على ادائنا وفي اول الماتش دبحنا يعني في البدري قوي. شايف ان الاتحاد اساسا الموسم ده اساسا يعني بيلعب بطريقه كويسه، والمدرب حسام وابراهيم فرقوا معايا جامد، بس للاسف ماتش النهارده الاتحاد اللي بوظه الحكم. الحكم بوظه، لان احنا لو حسبنا الطرد اللي حصل طارق حامد ده اصلا لو اتحاسب على الفاولات اللي بيعملها كان زمانه بطل كوره من زمان. يعني في كوره شبيهه ليها قبل كده ما اتحسبتش على طارق حامد اساسا وما اتطردش وهو عامل نفس الفاول، لكن هو من اول دقيقه عمال يطلع في انذار هنا وعمال يطرد هنا وعمال يحسب فاولات غريبه وعمال يحسب ضربات جزاء. صراحه أسوأ حاجه كانت النهارده موجوده في الماتش هو الحكم. النهارده الاتحاد لعب جامد جدا ولعب راجل، وكان كابتن حسام حسن بردك مدرب عظيم، والنادي الزمالك نادي الاتحاد قديم طبعا ومعروف ان نادي الاتحاد كبير يعني في الكوره، هو حسبي الله ونعم الوكيل. ظلم بجد، يعني احنا عايزين الماتشات تخلص في الملعب، الماتشات كده مش بتخلص في الملعب. يعني بصراحه حرام جدا الطرد بتاع رزاق سيسي ده، يعني طارق حامد بيعمل اكتر من كده بكتير وما بيطردش ولا اي حاجه. يعني ابراهيم نور الدين راح شاف الفار كمان، هو مش واثق في اي قرار هو بياخده، هو مش عارف هو بيعمل ايه. بصراحه الاتحاد يعني قدم مجهود حلو قدام الزمالك، يعني ماشي هو ماشي ما كسبش وما حصلوش نصيب، بس هو الصراحه وقف وصد قدام الزمالك كويس. بس طبعا هو لما طرد اللاعب هم بردك مش عارفين يجيبوا جون، فبردك حبوا يجيبوا فاول وبتاع حاجات ايه مش ملهاش اي علاقه بالماتش. غير كده كمان اول مره يعني اشوف حكم بيسمع كلام اللاعبين، يعني اللعيبه بتقول له شوف الفار حاضر، لا عيد ده حاضر. يعني الحكايه دي ايه انا متحفظ عليها برضك واعترض عليها. مباراه طيبه وكابتن حسام يعني عامل شغل قبل الماتش ده مع المقصه، واحنا مش زعلانين عشان النتيجه، يعني اللي جاي افضل، وبعدين هو بيعمل لنا فرقه لمده 3 سنين. الماتش ده مش مشكله، احنا دلوقتي هنقول له ظلمنا، هو فتح الملعب بصراحه، هو لو فتح من الاول كنا ماشي. الزمالك كان مش في حالته النهارده، واحنا كان حالتنا في الشوط الاولاني لغايه ب 10 لعيبه في الدقيقه 60 او 65، فاحنا بنقول اللي جاي افضل، واحنا في ظهر النادي الاتحاد، واحنا الفرقه بتاعتنا دي فرقه قويه، واحنا لازم نساند الفرقه دي لغايه اخر نفس. احنا فرقتنا حلوه وعندنا كوتش على مستوى عالي جدا، وفرقتنا تخوف اي فرقه، لكن اللي بيحصل من الحكام ومن البار اللي انتوا جايبينه دوت ما ينفعش معانا. انا عاوزين ناس محايده تتكلم بالحق. اما ابراهيم بقى ابراهيم نور الدين ده قبل كده احنا مره واثنين وثلاثه رفضنا يحكم لنا. احنا طبعا واثقين في الكابتن حسام حسن وجهازه الفني، واثقين في لعيبتنا، واثقين في مجلس ادارتنا، لكن في حاجه مزعله من قبل الماتش احنا عارفين ان احنا نخسره. امبارح السوشيال ميديا كلها جمهور الاتحاد بيقول ادم نور ابراهيم نور الدين هيحكم الماتش يبقى خسرنا. انا نفسي يعني في حاجه واحده، هل سيسي قاصد اللي هو يدوس على رجل طارق حامد؟ عمر ما فيش حتى لعيب لو كانوا اعداء مع بعض عمر ما كان هيدوس على رجله ويروح طرده من اول طرد سيسي.